السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم طريقة عمل إعلان ممول على الفيسبوك ويكون الريتش فيه عالي والإعلان ده هيكون ناجح، وهقول لك كمان إيه هي أفضل الفيزا اللي تقدر تستخدمها في مصر علشان تقدر تعمل بها إعلانات ممولة. طب لو أنت خارج مصر تقدر تستخدم أي فيزا في الفيديو ده علشان تعمل الإعلان الممول بتاعك أنت، وكمان هشرح لكم خاصية إزاي تقدر تفعل إنك مثلا لما تيجي تتوشوش زميلك على موضوع معين أو منتج معين فجأة أنت بتفتح صفحة الفيسبوك بتلاقي المنتج ده قدامك. كل الخصائص دي لازم تفعلها عندك في الإعلان الممول علشان يكون الإعلان بتاعك ناجح. فلأول مرة على اليوتيوب هنشرح مع بعض الخاصية دي اللي هي إنك تتكلم في موضوع فجأة تلاقيه قدامك على الفيسبوك، وبالتالي هتلاقي الإعلان عندك خد ريتش عالي وهتلاقي فيه مشاهدات وتلاقي فيه جمهور بيكلمك في الكومنتات سواء أنت كنت بتبيع منتج أو بتعمل إعلان لمنشور بتزود تفاعلات الصفحة بتاعك أنت. يلا بينا كده نبدأ الفيديو، لكن ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الشرح. ركز كده معايا. اول حاجه انت بتعملها بتفتح صفحه الفيسبوك عندك وبتفتح صفحه جوجل. انت بس هتكتب على جوجل اعلانات الفيسبوك وبعد كده بتعمل سيرش، وبتروح عندك على اول رابط زي ما انت شايف كده، بتضغط عندك على الرابط ضغطه واحده بس، فهيفتح معاك الصفحه اللي قدامك دي، ودي صفحه الاعلانات من شركه ميتا الخاصه بالفيسبوك. طيب دلوقتي بضغط عندي على كلمه بدء الاعلان او بدء الان، تمام، وبعد كده بقى نفتح معانا الصفحه دي. في ناس كلمتني قبل كده ازاي تقدر تضيف اللي هو وسائل الدفع او طريقه الدفع بتاعتك، او بتضيف اموال عندك في الحساب بتاعك. كل عليك بس ركز معايا في الكام ثانيه دول، كل عليك بس بتروح عندك على التقارير، عفوا بتروح عندك على الفواتير وعمليات الدفع، هفتحها كده في تاب جديد، وبعد كده بيقول لك هنا حاجه اسمها اعدادات الدفع، بتضغط عليها بتستنى شويه لحد ما يقول لك هنا اضافه اموال، بتضغط عندك على كلمه اضافه اموال وبتضيف المبلغ اللي معاك. لكن خلي بالك اوعى تضيف اي فلوس دلوقتي الا ما تتفرج على الفيديو بالكامل، اوعى تضيف فلوس دلوقتي انت بتضيف المبلغ المطلوب. مثلا انت معاك 400 جنيه 500 جنيه وتكتب الفيزا بتاعتك او تحط الفيزا بتاعتك، الموضوع بسيط جدا، بتضغط عندك على كلمة التالي وبتسجل معاك الرصيد فوق هنا بالشكل ده، تمام. لما اجي اعمل خروج كده هيسجل معاك الرصيد الحالي، طبعا هنا صفر، انا هضيف رصيد معاكم وهرجع لكم من جديد. طبعا انا عملت الطريقه اللي فاتت، ضفت الاموال بتاعتي، حطيت 2000 جنيه بنفس الطريقه، بتروح عندك بتعمل اضافه اموال وبعد كده بتحط الفيزا بتاعتك، والفيزا دي بتبقى فيزا افتراضيه زي ما انا قلت لك، بتروح الفرع او تروح اي بنك تقول لهم بس انا عايز اعمل فيزا مشتريات، وهي بتتفعل معاك على طول وبتعمل بها اعلانات مموله عادي جدا. طيب دلوقتي انا حطيت 2000 جنيه في الحساب بتاعي، نبدا بقى نعمل انشاء اعلان على الفيسبوك. كل عليك بس بتروح ترجع تاني عندك على مدير الاعلانات زي ما انت شايف كده، مدير الاعلانات الصفحه اللي احنا كنا يعني هرجع معاك تاني عشان ما تتوهش مني، اللي هي من اول كلمه ابدا الان. كل عليك بس بتروح عندك تضغط عندك على كلمه انشاء اعلان. طبعا الفتره اللي فاتت دي كنا بنضيف فلوس في الحساب بس، علشان في نهايه المطاف مش هيطلب مني الفيزا، لازم انت تحط الفيزا بايدك والفلوس بايدك انت. فدلوقتي بضغط عندي على كلمة تفاعل، طبعا احنا محتاجين تفاعل مع الإعلان، هضغط عندك على كلمة متابعة. بعد كده هنا بيقول لك الـ AI بيقول لك هنا جذب رسائل مخصصة للحملة الإعلانية، قول له لا أنا عايز أخلي الحملة الإعلانية خليها يدوي. طبعا ساعات الذكاء الاصطناعي بيبقى غبي شوية في الحتة دي لأن الكمبيوتر ما عندوش عقل، خلي بالك من الحتة دي، فلازم نخلي الحاجة بإيدينا إحنا نعملها بشكل يدوي. اضغط عندك على كلمة متابعة. طبعا استنى شوية كده. بيقول لك هنا اسم الحملة الإعلانية، ممكن حملة إعلانية جديدة بهدف التفاعل، أو أنت مثلا بتسوق لمنتج هاتف، يعني مثلا أنا بسوق لمنتج هاتف هنا، تمام. وبعد كده بنزل تحت كده شوية، بيقول لي فئات إعلانية، لا تخلي كل حاجة زي ما هي كده بالشكل ده كده، النوع تخليه مزاد زي ما هو برضه هتلاقيه مزاد. هنا هدف الحملة الإعلانية تفاعل، عرض اختيارات خيارات إضافية، طبعا هتسيب كل حاجة زي ما هي، اضغط بس عندك على كلمة التالي اللي في الجنب دي، تمام. بس مش عايزين حاجه اكتر من كده من الصفحه الاولانيه. انت معاك 3 صفحات، هتخلص من الصفحه الاولانيه تخش على الثانيه اللي هي معاكو دي. برضو اسم الحمله الاعلانيه برضو انا هخليها هنا مثلا مجموعه اعلانيه او هاتف مثلا ايفون، هعمل مثلا اعلان على الهاتف ايفون مثلا، عندي انا متجر في ببيع فيه هواتف مثلا، يعني ببيع عليه هاتف ايفون. انت عندك اي متجر تاني ضيف اللي انت عاوزه براحتك، او على حسب المنتج اللي انت هتسوقه. هنا بيقول لي التحويل، بيقول لي هنا في تطبيقات المراسله ولا في اعلانك ولا في موقع ويب ولا صفحه على الفيسبوك، لا افضل حاجه تختارها هي الاعلان، يعني تختار في اعلانك، ودي افضل حاجه تختارها اللي هو يمكن تشجيع الاشخاص على مشاهده فيديو او تفاعل مع منشورك او مناسبتك، تمام. هنختار في اعلانك.
قال لي هنا نوع التفاعل، بيقول لك هنا مشاهدة الفيديوهات، لا هنخليه متفاعل مع منشور، لو فيديو خليه فيديو عادي جدا مش هيأثر في أي حاجة خالص. تمام، بيقول لك هنا هدف الأداء تعزيز فرص التفاعل من خلال منشور، لا نسيب كل حاجة زي ما هي كده، ما تلعبش في أي حاجة. هدف تكلفة الإعلان لكل نتيجة، سيبها برضو زي ما هي. هقول لك هنا عرض اختيارات إضافية، الحدث لا سيبه برضو، نوع الإعلان خليه قياسي وهو زي هيفضل قياسي زي ما هو. تعرفنا كده بقى للميزانية والجدول الزمني، أفضل حاجة تعملها يعني ما تحاولش تعمل إعلان بالميزانية اليومية، أفضل حاجة تعملها بالميزانية حملة كلها. طب ليه؟ لو أنت هتعمل إعلان في اليوم هتلاقي الريتش معاك قليل، وبرضو كمان هتصرف مصاريف كبيرة قوية على الفاضي، فأنت يفضل إنك تعمل ميزانية الحملة كلها. لو أنت عاوز تعملها يوم عادي دي حاجة ترجع لك، بس أنا هفضل إن أنا أعملها حملة الميزانية كلها. وأقل حاجة بتحطها عندك أقل حاجة 1500، يعني 1500 جنيه مصري. هكتب هنا 1500 يعني 1500، دي اقل حاجة انت بتحطها، وده يفضل انك تعمل حركة زي دي. طيب انا حطيت 1500، هوزع الايام ازاي؟ طبعا بنروح عندنا على حاجة اسمها الجدول الزمني. هقول لك هنا تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء معروفة، تاريخ البدء عندي هنا من 15 يونيو، ممكن اخلي تاريخ الانتهاء يعني 15 ومعانا كمان 10 ايام هيبقوا 25 يونيو، ندور على 25 هنا يعني من اول 15/6 لحد 25/6/2024، يعني اخلي الحمله الاعلانيه 10 ايام ب 1500، دي حاجه ممتازه جدا، يعني ممكن نقول 150 جنيه في اليوم تقريبا. فانت تخلي الحمله دي كلها ال 1500 في 10 ايام هيدي لك ريتش عالي. طبعا ما تبصش للريتش ده دلوقتي لحد ما نيجي نخلص خالص، او ركز معايا برضو في الحته دي مفيش فيها مشاكل. طبعا انت هتنزل تحت كده شويه بتدور عندك على عناصر التحكم في الجمهور، سيب كل حاجه زي ما هي. الموقع بقى، ودي حاجه مهمه جدا وناس كلمتني عليها كتير، الموقع لو انت مثلا في مصر في السعوديه حط السعوديه حط مصر، بس خلي بالك من النقطه دي، يعني مثلا في مصر هنا انت عاوز تستهدف دوله حته يعني محافظه معينه او منطقه معينه، لو المنتج بتاعك بتبيعه في النطاق حواليك انت يعني نطاق البيت بتاعك او ما تخرجش بره المدينه بتاعتك اكتب المدينه بتاعتك، لكن لو انت هتسوق في مصر كلها اكتب مصر كلها. يعني مثلا انا دلوقتي هسوق في مصر كلها، بيقول لي هنا تضمين بحث عن الموقع، مثلا انا هسوق في القاهره بس، طبعا القاهره تمام، وبضغط عندي على القاهره زي ما انت شايف كده. قال لي هنا النقطه بتاع القاهره دي هو عمل لي نقطه من اول شبرا الخيمه مثلا، يعني مثلا قال لي انا هستهدف القاهره، يعني منطقه شبرا الخيمه دي زي ما انت شايف كده انا ممكن اعمل لها تعديل، يعني مثلا لما اجي اروح عندي على القاهره كده اخترت القاهره، قال لي 2 كيلو ممكن انت تضيق المسافه او تزود المسافه زي ما انت عاوز، زي ما انت شايف كده انا كده بزود المسافه، يعني مثلا شفت الدايره كل ما بتيجي تكبر بتعدي نطاق القاهره، يعني انت عايز تسوق للمنطقه بتاعتك بس خليها اقل حاجه، مثلا انا هسوق لمنطقه شبرا الخيمه، او انا عاوز اسوق منطقه مثلا جنبها ممكن ازود المساحه شويه، بتزود المساحه كل ما تيجي تقل بالشريط ده، زودت مثلا المساحه دي زي ما انت شايف كده. طبعا انت اظن انت فهمني كويس، على سبيل المثال ان انا هضمن بس القاهره ومساحه 31 كيلو متر حوالين القاهره، ودي الموقع ده تبقى مناسب للمشروع بتاعي مثلا. طيب عرض اختيارات اضافيه، قال لي الحد الادنى للعمر 18 عام، لو حاسس ان المنتج اللي انت بتبيعه اكبر من ال 18 حدد ال 18 وانت كسبان تمام، او عايز تسيبها يفضل انك تسيبها. طيب دلوقتي يقول لي هنا البحث على الجماهير حاليا مش عايزين خالص، لكن تعالوا بينا للغات، ما تختارش كل اللغات، انت تبحث عن اللغه العربيه، نكتب هنا العربيه تمام، وهنا اللغه الانجليزيه، انا اخترت اللغه الانجليزيه، تختار اللغه الانجليزيه الكل، خلي بالك من الحته دي، قال لي العربيه والانجليزيه الكل. طب يعني ايه ودي بتوع ايه؟ يعني مثلا ممكن حد يتكلم لغات غير العربيه والانجليزيه؟ لا، ممكن تلاقي واحد منزل تطبيق الفيسبوك باللغه العربيه وتلاقي واحد منزل تطبيق الفيسبوك باللغه الانجليزيه، فعايزين اعلان يظهر للاثنين دول تمام. طيب دلوقتي نروح عندنا على حاجه بعدها اسمها الجمهور باستخدام اللي هو الادفنتاج، طبعا ده الموصى ده مش عايزينه خالص، لكن بضغط عندي على كلمه اقتراح جمهور اختياري، خلي بالك من الحته دي بقى ودي مهمه جدا، دي بقى اللي هو الاي اي اللي انا كنت بتكلم عليه، انك بتتكلم مثلا في الموضوع بينك وبين صاحبك فجاه بتلاقي المنتج ده ظهر عندك على الفيسبوك. طيب المفروض عليا ان انا اعمل ايه؟ بتروح عندك على العمر، بتحدد العمر، يفضل انك تخليه من اول 18 لحد 65، طبعا الجنس كل الفئات الجنسيه عندي الرجال والنساء،
الاستهداف التفصيلي، ودي حاجة مهمة جدا. ده بقى اللي بنتكلم، عفوا، ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه. هتضغط عندك على كلمة تعديل، وتروح عندك على المعلومات الديموغرافية والاهتمامات والسلوكيات. انا بسوق منتج لتليفون مثلا، يعني منتج التليفون اهو، هروح عندي بكتب مثلا هنا كلمة هاتف، تمام، وبستنى شوية بيظهر لي الكلمة المفتاحية دي. اضغط عندك على كلمة هاتف. خلي بالك انت ضغطت عندك على كلمة هاتف، سيب الاي اي يقترح لك الكلمات المفتاحية التانية. اضغط عندك على كلمة اقتراحات، وهيقول لك هنا هواتف محمول ذكية، تختار دي، تمام. وبعد كده بتختار عندك هواتف ذكي الايفون. خلي بالك بقى من دي، ودي حاجة مهمة جدا، هتختار حاجة اسمها المتسوقون المتفاعلون. اختارها، ارجوك اختارها، وما تنساش تختار المتسوقون المتفاعلون، ودي حاجة مهمة جدا في المنتج بتاعك. طب ونفترض المنتج بتاعك غير الهاتف، تكتب اي حاجة تانية غير الهاتف، مش شرط انا بكتب هاتف بس، انت ممكن تسوق مثلا لمنتج، نقول مثلا قلم جاف، اقلام، سماعة بتاع بلوتوث، او سماعة ايربودز، تمام، براحتك، تمام. فدلوقتي بنزل تحت كده بختار، كفاية انك اختار 4 كحد اقصى، يعني ما تزودش اكتر من كده عشان ما يسببلكش مشاكل في الاعلان، تمام. طيب انا اخترت الاستهداف التفصيلي والسلوك. بنزل تحت كده شوية، بتروح عندك على حاجة اسمها المواضيع او المواضع. بعد كده بتضغط عندك على كلمة عرض اختيارات اضافية. خلي بالك بقى من الحتة دي، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. هنا بيقول لي المواضيع اللي هي برضو الموصى به، لا مش عايزين نحط الحتة دي، لانها هيزود معانا في سعر الفلوس، يعني هتصرف فلوس كده على الفاضي. فانت كل عليك بتحجم الفلوس شوية. هتضغط عندك على كلمة تعديل، وبتختار حاجة اسمها المواضع اليدوية، برضو بتختار ده بشكل يدوي، وهقول لك ليه دلوقتي. انت هو بيقول لك هنا هيعمل اعلان على منصة الفيسبوك والانستجرام، طبعا بيسحب فلوس، بيقلل الريتش. انت بحطت ميزانية قليلة جدا اللي هو 1500 جنيه، طبعا انت لما تيجي تزود يبقى حط الانستجرام. عايز تعمل اعلانات على الفيسبوك بس، يفضل انك تخليها على الفيسبوك. بنفس الطريقة خلي بالك برضو، هضرب عصفورين بحجر، لو انت عايز تعمل انستجرام بس بتعمل نفس الطريقة وعلى الانستجرام بس، خلي بالك من الحتة دي. لكن دلوقتي انا هشيل معاك الانستجرام، وهخلي الفيسبوك زي ما انت شايف كده. انا هشيل معاك كده خالص الانستجرام بالشكل ده كده، وبشيل من الفيسبوك ماركت بليس وموجز الفيديو، وعلى الريلز برضو انا عايز اشيلها كلها. وبتروح عندك الاعلانات متضمنه، شيلها برضو خالص. نتائج البحث برضو شيله خالص. طبعا كل ما تيجي تشيل كل الكلام ده بتلاقي الريتش معاك بيعلى، لو جيت تلاحظ، والوصول معاك بيزيد. خلي بالك من الحته دي. بيقول لي هنا قد يستخدم اقل من 6 موضوع تكلفه زياده لكل نتيجه. لا احنا ما استخدمناش اكتر من 6، احنا استخدمنا واحد بس، مش عايزين اكتر من كده. طبعا احنا خلصنا الصفحة التانية الحمد لله. تعالوا بنا بقى للصفحة الأخيرة، بتضغط عندك على كلمة التالي، مفيش أي حاجة تانية، عرض اختيارات إضافية. قالك كل الأجهزة المحمولة تخليها الكل، عند فقط شبكة الواي فاي قول له لأ مش عايزين كده، خلاص مفيش أي حاجة تانية. اضغط عندك على كلمة التالي. ركز كده بقى معايا، هنا بقولك اختار صفحة الفيسبوك. انت بس مجرد ما بتختار صفحة، لو انت عندك أكتر من صفحة اختار الصفحة بتاعتك عادي جدا. الانستجرام مش عايزين الانستجرام. قالك هنا استخدام المنشور الحالي او اعدادات الاعلان، قالك استخدام المنشور الحالي، اضغط عليه ضغطه كده، قول له استخدام المنشور الحالي، وبتنزل تحت كده شويه، قول له هنا الوسائط، قول له تحديد منشور، وبعد كده بتختار المنشور اللي انت كنت رافعه من شويه، اضغط عليه ضغطه بس كده، تمام، وقول له متابعه. المنشور ده بيتكلم على تسويق الايفون 16 برو ماكس، طبعا هو لسه ما نزلش، انا بضرب لك مثال في الاعلان اللي انا بعمله. يعني مثلا بسوق لمنتج للتليفون ده، بكتب معايا زي ما انت شايف كده المعالج، وبكتب التفاصيل المنتج وبيستخدم في ايه وايه مميزاته وايه عيوبه، تكتب كل الكلام ده للزبون. طبعا انت وشطارتك ممكن تستخدم شات جي بي تي علشان يعمل لك اعلان محترم عادي جدا. بس نرجع تاني للاعلانات بتاعتنا، انا اخترت كده المنشور زي ما انت شايف كده، بقول لك اعلانات من المعلنين متعددين، لا حاول تشيلها، نصيحه مني ليك حاول تشيلها خالص. هتنزل تحت كده شويه، قال لي تم اضافه زر الى منشورك، قول له لا ازاله الزر، لو انت عايز تضيف الزر هيزود معاك فلوس اكتر. وبعد كده بقول لك هنا التتبع، لا سيب كل حاجه كده زي ما هي، معلومات عن عناوين اليو ار ال، لو انت محتاج انك تضيف عنوان يو ار ال مع الصوره بتاعتك بيحوله المتجر او موقع، ممكن تضيف عنوان اليو ار ال عادي جدا، بس انا مش هضيف حاجه خالص. يبقى انا كده وصلت للصفحه الاخيره، وده كان موجز من الفيسبوك زي ما انت شايف كده. ممكن اعمل توسيع، هيظهر معايا الاعلان ممول بالشكل اللي قدامي ده كده، اعلان ممول بسيط لكن ذكي جدا،
اي حد هيتكلم في المنتج بتاعك، سواء كان بيتكلم بينه وبين صاحبه او بيكتب على محرك البحث بتاع الفيسبوك، هيظهر له الاعلان بتاعك انت. وبعد كده تضغط عندك على كلمة نشر، طبعا تضغط عندك على النشر بالتعديلات، مفيش مشاكل تمام. لو في اي مشاكل بتظهر لك عندك في المثلث اللي قدامك فيه فوق هنا، ما ظهرش اي مشاكل خلاص هيحولك على طول على صفحة الفيسبوك. قال لي في هنا وجود بعض المشاكل او لم يتم نشر بعض العناصر، اضغط عندك على كلمة عرض التفاصيل. ونروح عندنا على حاجة اسمها تصحيح الاخطاء، تضغط عليها ضغطة كده. طبعا انا ضغطت عندي على كلمة تصحيح الاخطاء، وبالتلقائي بشكل تلقائي صحح معايا الاخطاء. والحملة دلوقتي قيد اللي هو التفعيل او قيد التشغيل، زي ما انت شايف كده الاعلان قيد التشغيل، بتستنى ساعة لساعتين ويبدأ الاعلان يشتغل معاك، ويبدأ الريتش يعد معاك لحد ما العشر ايام يخلصوا. طب ونفترض ان حسيت ان في يوم، يعني يوم اجازة مثلا زي يوم الجمعة، حاسس ان الناس مش بتكون فاضية فيه، فانت بتعمل ايقاف تشغيل الاعلان كده، وما تقلقش اليوم او الساعة اللي انت وقفتها بيزيد معاك في العشر ايام، يعني انت في الامان. طيب ونفترض ان انا حسيت ان انا عملت الاعلان غلط، تضغط عندك على علامة صح كده على الاعلان، وبتضغط عندك على كلمة المزيد وحذف الاعلان، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة حذف كده. انا شرحتها، اتمنى يكون الشرح عجبك. كنا بنتكلم على ازاي تقدر تعمل اعلان ممول على الفيسبوك ناجح، والطريقة كانت سهلة وبسيطة، وكان كل حاجة بالشرح المبسط، والاول مرة على اليوتيوب. كنا بنتكلم برضو عن خاصية الاي اي في التحدث عن المنشورات او المنتجات الخاصة بالفيسبوك. طبعا اي حد يتكلم دلوقتي عن المنشور اللي انت رفعته او المنتج اللي انت رفعته، اي حد يتكلم عليه بيظهر لك الاعلان عن المنتج ده. البوست اللي انت بترفعه ده ممكن تكتب فيه كلام يكون جذاب، بحيث ان الجمهور يحس المنتج بتاعك قبل ما يشتريه، وبالتالي يقدر يشتري منك المنتج او يطلب منك المنتج في الكومنتات، او بيخش على رسائل الصفحة عادي جدا. ياريت ما تنساش دعمني لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، سلام.